السلام عليكم، صباح الخير. صباحكم سعيد. نسلم على الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفضليات. البعارة يذهبوا إلى المقر الدائم ديالهم كالعادة. بالنسبة لواحد توضيح، بالنسبة للأمس درت واحد المباشر، وربما كان داك فعلوا داك كونسي بوغ لي زونفون، داكشي علاش لي كومونتير يعني بلوكو و لي كومونتير ما دخلوش في هذاك المباشر. اذا هذا هو السبب علاش لي كومونتير ما تبلوكاو، ما بلوكيتهمش انا، تبلوكاو هما، لانه درت كونسي بوغ لي زونفون، في حين ان المحتوى ديالي انا دائما تندير نون كونسي بوغ لي زونفون. اذا هذوك لي كومونتير كانوا تبلوكاوهم على هذا الاساس. ماشي مشكل، هذاك الشيء علاش كان تيتقطع هذاك المباشر، تقطع كان ما تي الهضره يعني الصوت تيتوقف. داك الشيء باش نطلب منكم دائما ملي تكونوا داخلين تكونوا في شي مباشر يعني تكثروا من لايكات باش ما يتوقفش هذاك البث المباشر. حنا الان امام القصر ديال العماله، قصر البلديه، خلاو ليه مغطاجين. اذا قبل ما غادي نمشيو نجلسوا، لان قريب عندي شارجة بورطابل، في هذه القناة المتواضعة دائما تنقول لكم كاين غير الوضوح التوضيح والتسفيح، وسموا الأسماء بمسميات ديالها، لأن للأسف الشديد النقابات اللي تنتظروا منها تتواصل معكم وتكون قريبة منكم لأنها تتمثلكم، الشغيلة هي اللي عطاتها يعني الأصوات ديالها وانتخبتها في انتخاب ديال اللجان الثنائية ديال 16 جوان 2021. للأسف الشديد دائما هي تدير سياسة النعامة والهروب إلى الأمام وتصطف إلى جانب الإدارة، ونقول لكم كيفاش. إذن الشغيلة الآن كلها منشغلة وتتنتظر يعني اللقاء اللي غيكون قال لك بين بن موسى والنقابات. وانا كنت نقول لكم الحصيلة ديال النبب وسير تنبب، لان الاغلبية ديال هذوك القنوات اللي تيطبلوا النقابات تيقول لك النقابات طلبات وزير استجاب الى اخره، للاسف الشديد ما عارفين التوزع. لان باش تفهم اش كاين خاصك تعرف لو سيركوي لي بروسيدور غاسويفو. يعني ملي تيكون ملي تنقولوا حنا اللقاء بين بن موسى يعني الوزير والنقابات، فتتكون هناك اللجنه العليا اللي تتراسها بن موسى. هذه اللجنه ماشي هي اللي مكلفه بما هو تقني. اذا بن موسى راه ما مساليش ليهم باش يدير معاهم ما هو تقني. اذا تيفوض داك الشيء لوجيستيونير الموارد البشريه المديريه ديالها والمديريه ديال فض النزاعات والشؤون القانونيه، اللي انا دائما تنقول بان هي من تفتعل النزاعات، في الحين انها مديوره ومديريه على قد حالها لفض النزاعات والشؤون القانونيه، تلقاوها هي اللي تتصطف دائما الى جانب الاداره، الى جانب لو جيستيونير اللي هو عنده خلفيه اقصائيه لتضيع الحقوق، تؤجج الاوضاع
تكثر من الاحتقان، والتلميذ هو اللي تيدفع الثمن ديال هادشي كلشي، وهو اللي تيكون كومانوطاج، هو اللي تيضيع في الزمن المدرسي ديالو. في حين ان الجامعة تيقول لك حنا خصنا نأمنوا السلم الاجتماعي ديال التلميذ، شعارات فضفاضة يرددونها ولكن على في أرض الواقع ما تلمسوا حتى شي حاجة. إذا من تنقولوا حنا يا الوزير غيلتقي مع النقابات، إذا الشق التقني يعني اللي تيكون بين المصالح الإدارية يعني مدير ديال الموارد البشرية والمسؤولين يعني في مديرية اللي تيكونوا معاه، سواء حتى الأغلبية تيكون معاه غير المساعد ديال مديرية يعني فض النزاعات والشؤون القانونية. إذا النقابات يلتقوا معهم سرية تامة، قادوا المسائل التقنية حتى تيقادوا هذاك الشيء ديالهم اللي تيمشوا يعرضوه على الوزير. الوزير راه غير يعني تياخذ القرار وتيدير لا فاليداسيون، ومكلف غير بلا فاليداسيون. إذا هما راه كانوا تجمعوا اجتماعات سرية، قادوا الأمور ديالهم تقنيا اللي تيمشوا عند الوزير. تنشوفوا شي وحدين تيقول ليه ووركو ما وركو، ما كاين ما يوركو، لا لقيت انت فين تورك سير تورك. اذا ما تنساوش بارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائده، كثروا من الجيم الاعجاب. دور 120. اذا هذا يعني انهم راه كملوا الشق التقني، وحنا اللي قلنا لكم ان جدول الاعمال اللي رفعته النقابات هو من اجل تحديد الاليات والبرمجه الزمنيه ديال الاتفاق ديال 14 يناير. هذه الخطوه اللي كان خاصها تدار قبل ما تيوقعوا الاتفاق. اذا هما راه سناو شيك على بياض، ما تيهمهمش يعني البرمجه الزمنيه ديال اتفاق 14 يناير، كما ما كانش تيهمهم البرمجه الزمنيه ديال الاتفاقات السابقه، وعلى راسهم وفي مقدمتهم اتفاق ديال 18 يناير. وشتو بان النقابات هي اللي قالت لك اؤثر تجويد العرض، يعني اؤثر خارج السلم على البرمجه الزمنيه، وما تيهمهمش اللي بغى يتنصف يتنصف، اللي بغى يتعطل يتعطل، هما قادين حاجه قادين غرضهم، توافق حصل مركزيا. اذا الان كاين غنبق وسير تنبق. يلا حتى نجلسوا في شو نجلسوا في القهوه، البعاره راه مشاو نعسو، تيقول لك تيناضل، ما عرفناش باش تيناضل، كاين غنضال واحد راه ربما تيناضلوا به. الان كاين العواشر، عواشر مبروكه للجميع، وتنشكر الجميع الاخوان والاخوات اللي تيتواصلوا معنا، اللي تيديروا تعليقات محفزه. فعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. وخلال هاد الشهر المبارك لا بد ما غنديروا شي مباشرات، غنبقاو نديروا مباشر، وكل خطره نديروا شي موضوع تناقشوا فيه. وهاد المشكله ديال يعني ديزاكتيفاسيون ديال لي كومونتير غادي نشوف كيفاش غادي ندير ليها. انا راسلت اليوتيوب، ما عندي حتى شي اشكال، نصعد مع اي واحد كان. وضحايا الزنزانة التاسعة غادي يكونوا على يقين، اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 اللي كنا مقيدين، اللوائح ديالنا خرجت ليست دافونس من تروازيام كراد دوزيام كراد افيك ديسيزيون كوليكتيف، ما مفاكينش معاهم. حنا الاولين غادي نترقاو، حب من احب كره من كره. اللي مرقي ثلاثه المرات اربعه يمشي يشوف خالته ولا خديجه هي اللي دير ليه خارج السلم. فالدرجه الجديده ما عندها حتى علاقه بخارج السلم، والهرافه غنوقفوهم عند الحد ديالهم. والشق السياسي
من بعد غادي نذاكروا عليه، لان كاينين شي كنان مخارجين تاني تضربوا في العداله والتنميه وفي بن كيران وهما ما فاهمين حتى شي وزه. شوفوكم في فيديو اخر، ما تنساوش بارطاجوا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائده، كثروا من الجيم اعجاب الدور 120. هما علاش بغاو يديروا خارج السلامه؟ باغين هما الطوموبيلات والهم لك حال، تيهمهمش الناس اللي متقاعدين بما بشي معاشات هشه هزيله ولا شي ذا. والان كل شيء تيقول لك، والمناضل هو اللي تيتفرغ يوميا ثلاثه سنين ونصف ونحن ما كاينش شي حاجه تتشغل البال ديالنا الا الحق ديالنا، وغادي ناخذه حب من احب كريه من كريه. دور 120، لان المتقاعدين بالسلم التاسع مقدمتهم ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112، يتقاعدوا من 2003 2004 2005، وكل من تقاعد بالتاسع من 2003 إلى 2019 سينصفون لهم الأولوية كما قالها أمزازي سعيد. وما فاكينش لا مع بن موسى لا مع الوزارة لا مع المصالح، للهم اللي بغى يكون قادين بهم وبدون. شوفوكم فيديو آخر.